الرحمن الرحيم، حبايبي الغاليين، صباح الفل عليكم. النهارده اعتدنا دايما نعمل الفراخ مسلوقه، محمره، مشويه، صينيه في الفرن، زهقنا بصراحه يعني. ففكرت النهارده ممكن نعمل كفته فراخ مشويه بالظبط زي بتاعت الحاتي، بس بدل ما هي كفته لحمه لا نعملها كفته فراخ، ونشوف شكلها يبقى ايه، نختلف كده ونغير في الطعم وفي الشكل النهارده كده. ونعمل جنبها رز بالكاري، بس طبعا متشوح له بصلة، مش رز بالكاري وخلاص. هنشوف مع بعض برضو الطريقة ازاي، ويلا نبدأ مع بعض نفرم الفراخ. الأول خليكم معايا، هنبدأ مع بعض نحط الفراخ. فلفل حامي، ونبدأ نضرب. مش عايزة ادوشكم بالصوت، خليكم معايا. ادي الفراخ بعد ما فرمناها، نحط عليه ملح، معلقة ملح تقريبا، كزبرة ناشفة، بصل بودر وتوم بودر، بس انا خلطهم على بعض في قلب البرطمان عندي، عشان ايه بدل ما جبت لوحده كل شويه ده لوحده. معلقة زيت كده، هنبدأ بقى ايه نقلبها مع بعضيها كويس كده عشان التوابل تخش في قلبها. نسيبها ونبدأ نجهز الشواية بتاعتنا. هنعمل شواية يدوي اهو، هي الصينية عندنا بنروح نقلبها بالفويل كده، نبدأ نصبع الكفتة بتاعتنا. لقيتها بتلزق معايا، فطبعا جبت ايه شوية زيت. انا اول مرة اجرب الاكلة دي، بس انا ايه اهو نبدأ نعملها زي ما بيعملوها اهو، نعملها حلقات كده زي الكبابجية. نعمل لها وسط كده، نبدأ نحط الزيت في الحلة، نسيبه يقدح شوية. هنحط
كده لحد ما بقى المحي شويه نشمح. ده بس ايه تبكت شويه كده وبعد كده نحط لها الكركم. تقريبا معلقه كركم. انا بحط كده بالبركه يا جماعه، مش ايد الست خلاص بقت معيار في المطبخ كده، عارفه هي بتحط ايه، مش لازم معالق ومش لازم حاجه، بالبركه كده اهو. حمر الكركم، بعد كده بنحط الميه بتاعه الرز الخيط لحد ما تغلي. شوحنا الكركم معاه او الكاري، نحط الميه بتاعه الرز بتاعتنا، نسيب كله يغلي مع بعض شويه، نجهز الرز. معلقه الملح عشان الرز، يعني حساب الرز بصل مشكل، بصل بودر وثوم بودر. هاي الرز غلي تمام، بالكاري وبالبصل والبهارات. نبدأ نضيف الرز بعد ما غسلناه وصفيناه. المية طبعا مظبوطة، انا عارفة بالبركة برضو ضبط المية اهي، حطها من قبل ما الرز يتحط يدوبك بالظبط. سيبه لما يشرب ميته بقى ونوطي عليه. ادي الرز اهو استوى بقى زي الفل. خلص الكفتة بتاعتنا تطلع من الفرن. هذه كفتة الفراخ بتاعتنا مع السلطة، الرز بالكاري أو رز بالكركم، حاجة خفيفة وسريعة وخلصت بسرعة يعني ما خدتش وقت. واو رايكوا يا حبايبي اهي، كفته طريه من جوه ومقرمشه من بره اهي، خطيره. ممكن اهو يلا جربوه وبالهنا والشفا.